يا ترى ايه حكاية مشروع الهوية المالية الرقمية اللي هيطلقه البنك المركزي؟ وايه فوائد المشروع ده لعملاء البنوك؟ وليه متوقع يعمل ثورة كبيرة في عالم الخدمات البنكية؟ وامتى تحديدا هيتم تطبيقه في البنوك؟ بانكير نبض البنوك. في الفترة اللي فاتت البنك المركزي والمسؤولين عن إدارة السياسة النقدية في مصر كانوا بيحضروا لمشروع ضخم هيعمل نقلة كبيرة في قطاع الخدمات البنكية وهيوفر حلول غير مسبوقة للعملاء في تعاملاتهم البنكية. وحاليا البنك المركزي بيضع اللمسات الأخيرة لإطلاق شركة الهوية المالية الرقمية اللي هيتم إطلاقها في النص الثاني من 2024 بهدف إتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا وعبر المحمول بدون الحاجة للذهاب لفروع البنوك. يعني حضرتك بعد كده لو عاوز تفتح حساب في أي بنك في مصر مش محتاج إنك تروح فرع البنك وتاخد رقم وتقف في طوابير أو تستنى دورك، وكل اللي عليك إنك هتجهز الأوراق المطلوبة وهترفعها على سيستم البنك، وخلال دقايق هيكون عندك حساب شغال تقدر تودع أو تحول عليه الفلوس من جوه وبره مصر. والشركة الجديدة وفقاً لمعلومات بنكير هتكون زي كيان مركزي بيتولى تهيئة البنية التحتية لفتح الحسابات البنكية من خلال الهوية الرقمية من غير ما تحتاج تروح لأحد فروع البنوك. والهوية الرقمية للعميل المقصود بها بيانات معالجة تقنياً بتتعلق بشخص محدد مرتبطة ببيانات رسمية بتتيح التقييم والمصادقة على المعاملات اللي بتتم عبر المنصات الرقمية. وعشان يكون متاح فتح الحسابات للعملاء بدون الحاجة للذهاب لفروع البنوك ده طبعا بيستلزم قرار البنك المركزي المصري تعديل بيسمح فيه بعدم إلزام العميل بالذهاب لفروع البنوك والتوقيع على طلب بخط اليد بفتح الحساب، ودي هتكون خطوة ونقلة كبيرة في مشروع التحول الرقمي في مصر اللي بيرعاه وبيشرف على تنفيذه البنك المركزي. وبيتطلب بإنشاء الهوية الرقمية استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة اللي بتنقسم لثلاث مجموعات. أولها عامل المعرفة اللي بيتطلب اسم المستخدم وكلمة مرور وإجابات على أسئلة شخصية. العامل الثاني بيتطلب إثبات الحيازة كإثبات الشخصية وصندوق البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول وحساب دفع غير نقدي وتوقيع إلكتروني معتمد. وبالنسبة للعامل الثالث فهيكون الوجود والحيوية، وبيتضمن بصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الأصابع وهندسة الكف وبصمة العين وحيوية رد الفعل ومحددات الموقع الجغرافي ومحددات الموقع السايبراني ومحددات وقت المعاملة. طب إيه هي مزايا الهوية الرقمية؟ الهوية الرقمية بتتيح فتح حساب بنكي عن بعد، وده هيسهل حصول الأفراد على الخدمة المصرفية وتوفير الوقت والجهد، وبتمتد تطبيقاتها في خارج القطاع المصرفي للتعامل مع الشهر العقاري وإصدار بطاقة هوية رقمية لكل مواطن في بعض الدول. وهتتولى شركة الهوية المالية الرقمية وضع جميع القواعد اللي بتتضمن مصداقية العميل اللي بيتعامل مع البنوك عبر الإنترنت. وبتهتم جميع البنوك في مصر بخطط الأمن السيبراني الخاصة بها سواء في بنيتها التحتية والبيانات والتطبيقات طبقا لتعليمات وتوجيهات البنك المركزي طبعا. وحصل مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي التابع للبنك المركزي المصري على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية، واللي بتعتبر بمثابة شهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني بتؤكد ريادتها في المجال الحيوي ده. وبتهدف استراتيجية المركزي لتعزيز مشاركة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بكفاءة وفعالية، طبعا إلى جانب دعم قدرة المؤسسات والجهات بالدولة على الاستجابة السريعة والتنسيق لمنع الحوادث السيبرانية. وبيبلغ عدد البنوك العاملة في مصر حتى الآن 38 بنك بتشمل 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة. وزاد عدد الحسابات المصرفية في مصر ووصل لحوالي 47 مليون حساب بنهاية 2023 من أصل 66.4 مليون مواطن ليهم الحق في فتح الحسابات من سن 16 سنة فيما فوق، بما ساهم في دفع نسبة الشمول المالي لحوالي 70.7% من 64.8% بنهاية 2022 بحسب بيانات البنك المركزي.
بانكير، نبض البنوك.